يا كرام، من داخل مزرعة النخيل هنا في توشك الخير بنرحب بالمهندس محمود جابر، المهندس الزراعي المسؤول عن هنا على المزرعة. أهلا بك يا باشمهندس، صباح الخير. أهلا بك حضرتك يا فندم. قول لنا بقى مهمتك إيه هنا في المزرعة؟ والله مهمتي هنا يا فندم، أنا مسؤول عن القطعة دي. القطعة دي 120 فدان مكونة من 8 بلوكات، كل بلوكة 15 فدان. البلوكة فيها حوالي 900 ل 950 نخلة. بنتابع النخل هنا بينتج مجدول مش كده؟ هنا مجدول. في انواع تاني؟ لا مجدول. تمام. عندنا في المزرعه طبعا 40 صنف. تمام. زي المجدول، الصقعي، الصفاوي، بنت السلطانه، بنت عيشه، اصناف كتير، ودي ما كانتش موجوده في مصر قبل كده والحمد لله بقت عندنا ومحققه نجاح كبير يعني. باشمهندس محمد، قول لي ابتديتوا ازاي هنا؟ ابتدينا يا فندم هنا ان احنا الاول عيننا التربه وجدناها تصلح للزراعه في مراكز البحوث. طبعا احنا بنتعامل مع جميع مراكز البحوث، اتاكدنا ان هي تنفع لزراعه النخيل، وبدانا ان احنا نزرع وجبنا اصناف عالميه، وزي ما حضرتك شايف وقت الاول صحرا ودلوقتي الحمد لله خضرناها. يعني خريج زراعه ايه؟ انا خريج زراعه طنطا. طنطا وجاي توشكا؟ طنطا وجاي توشكا. طب ايه بقى، جيتها ازاي؟ جيت قدمت في الشركه، كانت فاتحه اعلان، قدمت عملت الاختبارات، اتقبلت وجيت هنا، وكنت سعيد ان انا جيت هنا. وطبعا زي ما حضرتك شايف طبيعه الجو هنا، يعني لما الواحد بيحس ان هو بيخدم بلده وبيحس ان هو بيفيد بلده بحاجه بيتاقلم على الجو بسرعه، وبقى بالنسبه له الموضوع شيء طبيعي يعني. اجازاتك كل كام يا باشمهندس؟ اجازاتي بقعد 15 يوم هنا في المزرعه وباخد 10 ايام اجازه. طيب تمام. العائد بقى كويس؟ العائد الحمد لله تمام. زمايلك بقى المهندسين الزراعيين شغالين في اماكن تاني غير توشكا، بتقول لهم ايه او اللي هم بيقولوا لك؟ انا من خلال حضرتك برضه بشجعهم ان هم يجوا هنا، المكان هنا كويس وفرصه عمل كل شاب اللي هو يجي هنا ويبتدي وهيبقى سعيد يعني لما يفيد بلده وكل. بتتعامل ازاي يا باشمهندس هنا مع العماله الزراعيه بقى؟ بتدربهم ازاي على العمل هنا داخل المزرعه؟ هو العامل هنا بيتعمل له اكتر من بيان مره واثنين وثلاثه، وهنا برضه العماله اللي معانا على اعلى مستوى. واحنا زي ما حضرتك شايف دلوقتي احنا داخلين في مرحله اسمها مرحله التكميم او التكييس. دي مرحله قبل الجني، عمليه الجمع. المرحله دي الغرض منها ان انا بحافظ على الثمره بتاعي من اي افه توصل لها، من عوامل الرياح، عوامل الاتربه، وفي نفس الطيور متهيألي بقى ما يحصلهاش تساقط، وفي نفس الوقت ايه بوصل لاعلى جوده للثمره. بتقعد كام بقى التكميم ديت يا باشمهندس؟ التكميم ده بيقعد حوالي من شهر لشهر ونص. بنبدا مثلا في اول شهر 8 كده، بنبتدي احنا بدري كمان، بنبدا نجمع المحصول بتاعنا بدري. الانتاجيه هنا للنخله بالنخله بقى ولا بالفدان؟ لا، الانتاجيه هنا الانتاجيه بتتحسب بالنخله وبالفدان. تمام. يعني كل مهندس عارف ان النخله بتطلع قد ايه واجمالي الفدان بتطلع كام. النخله بتطلع من حوالي من 60 ل 80 كيلو. تمام. ده الطبيعي ولا ازر من الطبيعي؟ اصناف زي البرحي بتتعدى كمان ال 120 كيلو هنا. طب دي انتاجيه كويسه؟ انتاجيه عاليه جدا. بالنسبه لل دي ما بتحصلش في مزارع تانية. مزارع تانية هنا ما شاء الله. طبيعه الجو كمان هنا، والجو كمان. وطبيعه الجو هنا زي ما حضرتك شايف يعني من خليه ما فيش اصابات حشريه ولا يعني الموضوع ده متلافي بالنسبه لنا خالص.